سيف بن زي يزن يبشر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاية من أروع ومن أعجب ما يكون تسمعها في مولد النبي. طبعا سيف بن زي يزن ده بعد صلاتك على الحبيب ده اختلفوا فيه، ده طلعت عليه قصص وحكايات وروايات ويقول لك ده أمه كانت جنية وأخته كانت جنية وهو كان ملك والأحباش خطفوا مش عارف مراته وهو حربهم وراح جاب مراته، ده الكلام الشعبي وخاصة يدور عندنا في مصر. إنما الأحداث التاريخية إن سيف ابن زي يزن ده آخر ملوك حمير، آخر الملوك الحميريين الذين سكنوا قصر غمدان، وهو الذي هزم الأحباش واسترد منهم اليمن. الأحباش كانوا محتلين اليمن، الأحباش دول مين؟ اللي منهم إبراهة، إبراهة اللي كان رايح يهد الكعبة. طبعا احنا كنا قالولنا زمان ده إبراهة ده جاي من الحبشة، طبعا ده كلام فاضي، ما جاي من الحبشة ولا بتاع، ده إبراهة ده حبشي ولكنهم كانوا محتلين اليمن، يعني كانوا ساكنين في اليمن وراحوا عشان يهدوا الكعبة وربنا أرسل عليهم الطير الأبابيل والحكاية دي. المهم يا سيدي سيف بن زي يزن ده ملك حمياري، فعايز يسترد اليمن منين؟ من الأحباش. فراح عند النعمان بن المنذر، فالنعمان بن المنذر راح معاها عند كسرى، توسط له عند كسرى، فكسرى اداله 8 سفن وكل سفينه فيها 100 فارس وقال له يلا يا معلم اتاكل على الله وريني الرجوله والجدعان. فقام سيف بن زي يزن راح هزم الاحباش وراح طردهم من اليمن واسترد ملك اليمن، والعرب كلها فرحت، ملك عربي وملوك حمير بقى العظام واسترد منهم، فالناس كلها فرحانه بقى، والناس كلها فرحانه ورايحه تهني الملك العربي المنتصر الذي انتصر على الاحباش، وطبعا وخاصه العرب اللي في مكه. ليه؟ لان هو كان عايز يهدم الكعبه، فطبعا هم اكتر ناس فرحانين بانتصار العربي. فراحوا الناس راحت تهني والف الف مبروك وربنا يتمم بخير. فراح مين؟ راح عبد المطلب جد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، راح علشان يهني زيه زي مخاليج ربنا زي الناس. فراح دخلوا على مين؟ على الملك العظيم سيف بن زي يزن وهو في قصر غمدان بقى، والدنيا والحرس وحاجه كبيره قوي. فتقدمهم عبد المطلب، فلما تقدموا فجيه سيف بن زي يزن قال له ان كنت تعرف كيف تخاطب الملوك فتقدم. فتقدم مين؟ عبد المطلب. فقال له ايه؟ قال له ايها الملك انت راس العرب وربيعها الذي له تنقاد وعمودها الذي عليه العماد ومعقلها الذي تلجأ له العباد، وإن أهل البيت جئنا مهنئين. فقال إيه الرجل اللي كلامه حكم ده؟ إيه الرجل اللي كلامه سلاسل ذهب ده؟ قال له تعال هنا يا رجل، أنت مين أنت؟ مين الكلام الحلو؟ أنت منين بتجيب؟ أنت مين أنت؟ قل لي منين، أي بلد أنت؟ فقال له أنا عبد المطلب سيد بني هاشم. فسيف بن زي يزن قال له أب 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 ابن اختي، ده انت ابن اختي، ده انا خالك، ده انت ابن اختي ازاي؟ سيف بن زي يزن خال عبد المطلب، امال ايه؟ ما هو ابو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم. هاشم كان متجوز سلمى بنت عمرو الخزرجي. ومنين؟ من يثرب، من المدينه، وسلمى من الخزرج. طب هم الاوس والخزرج منين؟ هم الاوس والخزرج من اليمن، من كهلان، من يعرب، ابن يشجب، ابن قحطان، ما هو اصلا جم من اليمن. فقال له ده انت ابن اختي، ده انت، وهو اصلا عبد المطلب ده ما اسموش عبد المطلب، عبد المطلب ده اسمه شيبه، لان هاشم ابوه كان متجوز سلمى فسابها وهي حامل ومشي. مات هاشم، لما مات ولدت سلمى ولد فسمته شيبه. فدارت الحكايه والحدوته ايه؟ ده انت، ده هاشم عنده ولد في يثرب. فراح مين؟ عمه. عمه اسمه ايه؟ عمه اسمه عبد المطلب. راح عبد المطلب يثرب عشان يجيب الوات، يجيب شيبه. فجاب شيبه وهو جاي شيبه جر الجمل وبتاع وداخلين مكه، فقالوا المطلب اشترى عبد جديد فسموه عبد المطلب. فغلب عبد المطلب على مين؟ على شيبه. فقال له تعال هنا يا حبيبي، تعال اقعد جنبي هنا، ده انت مكانك هنا جنبي، ده انت ابن اختي. فقعدوا جنبه واكرمه واكرم مفاداته. وبعدين قال لهم ايه؟ قال لهم انتم ضيوفي. فاستضافهم بقى وراح منزلهم مكان خاص في هذا القصر المنيف العظيم الكبير وراح مقعدهم. فقعدوا قد ايه؟ قعدوا سنه، قعدوا شهر، قعدوا شهر لا قادرين يرجعوا مكه ولا قادرين يقابلوا الملك سيف بن زي يزن. ليه؟ لان كل الناس عمال تيجي وتدخل وتهني والف الف مبروك وربنا يتمم بخير والحكاوه. فجاه افتكر قال ابن اختي عبد المطلب هاتوا لي الوفد بتاع قريش. فجم انزلهم منزل كويس وقال لعبد المطلب تعالى جنبه. قال له ايه الحكايه؟ قال له تعالى انا هقول لك على سر. السر ده قال له فيك مين يكتب السر؟ قال له في بير. قال له هقول لك على سر اوعى
طول الحد ابدا مدى الحياه، لان السر ده خطير جدا. فعبد المطلب اصبح جسمه اصابه قشعريره، فقال له جاء في الكتاب المكنون وفي العلم المخزون اللي بتطلع عليه بس الملوك خبر عظيم وخطر جثيم، فيه شرف الحياه وفيه فضيله الوفاه للناس عامه ولك خاصه. فعبد المطلب قال يا رب ايه الحكايه دي؟ ايه ده؟ قال له ايها الملك لولا اني اشق عليك، الله يخليك يعني وضح لي، فسر لي اكتر. فسيف بن زيازن قال له ايه؟ قال له اذا ولد ولد من تهامه، يولد ولد من تهامه فيه علامه وبين كتفيه شامه، ستكون له الامامه والزعامه الى يوم القيامه. فعبد المطلب بيرتعد، ايه الحكايه ده؟ ده الخبر جلل، ده الخبر عظيم. فقال له يا ايها الملك يعني عشان خاطري وضح لي، فسر لي اكتر، عايز اعرف الحدوته فين، الحكايه فين، الله اعطيني الزتون، اعطيني من الاخر. فقال له ايه؟ قال له جرب عندي. سيف بن زيازن قال له هذا زمانه الذي يولد فيه وقد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله عمه، والله باعثه وجاعله للناس إماما، يكسر الأصنام ويطفئ ويخمد النيران ويعبد الرحمن. طبعا عبد المطلب كل شوية تزيد حيرته ويزيد العجب العجاب، عايز يفهم إيه علاقته هو بالموضوع ده. عبد المطلب إيه علاقته؟ فقال له يا ملك طب أنا إيه علاقتي بالموضوع ده؟ والبيت ذي الحجب والعلامات على النقب، إنك يا عبد المطلب جده بلا كذب. فسجد عبد المطلب، سجد. فقال له ارفع رأسك يا رجل، لقد أتاك الله إيه حاجة عظيمة جدا. فقال له بقى، قال عبد المطلب قال له لقد ولد عندي ولد اسمه محمد، كان عندي ابن عزيز علي جدا اللي هو عبد الله، وتوفى فولدت آمنة بنت وهب ابني محمد. فقال له اوعى تقول لحد خالص، ما تقولش لحد ابدا، لان العرب سوف يحسدونك وسوف يكيدون لك وسوف يحاولون إيذاء محمد وانهم لفاعلون، ولولا اني اخاف على محمد لظهرت بأمره، ولو أطال الله في عمري لكنت له نصيرة. أنا هناصر أول واحد، أناصر محمد عليه الصلاة والسلام. فعبد المطلب تعجب، قال له اوعى تقول لحد أبدا، وكل سنة لازم تيجي عندي هنا علشان تاخد الذهب وتاخد. فجاب الناس اللي مع عبد المطلب وراح مديهم، بقدهم الذهب وادهم الفضة وادهم الإبل وادهم العبيد، وجه لعبد المطلب وادها 10 أضعاف. فحسدوه بقى، قالوا اشمعنى انت بقى، اشمعنى انت يعني اللي تاخد القصه دياتي كلها. فكان سيف بن زيازن من اول، شوف حتى انه اتبع رسول الله قبل، يعني قبل ان يظهره الله سبحانه وتعالى وقبل ان يكون نبيا. دي من ضمن العجائب، وعلاقه سيف بن زيازن ملك الحميريين وملك اليمن بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حكايه من اروع ومن اغرب الحكايات التي توري لك ان كل شيء كان. شوف الرجل في الملك وفي النصر وفي الانتصار العظيم وفي الانتصار على الأحباش وطردهم، ومع ذلك يهتم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحتفل به ويحتفل بجده ويعطيه من العطايا ومن الهدايا ما لا يخطر على بال أحد، 10 أضعاف الناس اللي كانوا معاه. يبقى إيه؟ شوف حتى قبل النبي ما سوف تكون له الرسالة، قبل الرسالة ما تنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيف بن زيازن يبشر به ويؤمن به ويكرم جده من أجله. إيه ده؟ وتيجي النهاردة تقول لي إحنا ما نحتفلش بسيدنا النبي؟ ما هو سيدنا النبي كان بيصوم كل يوم 2، ولما سئل أنت بتصوم ليه؟ قال لك لأني ولدت في هذا اليوم. شوف العظمة ده، فشوف قدر سيدنا النبي وعظمة سيدنا النبي وجلال سيدنا النبي. مش لما ولد، قبل أن يولد كانت تعظمه وتجله الملوك، الملوك المنتصرة، الملوك الأشاوس والأكاسر كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يولد. أنا عايزك تصلي على الحبيب وتشير لي الفيديو ده فورا، وإيه؟ وشكرا.